موجودين اليوم معكم من مدينة عجلون لنعرف أنا وياكم بعض الأكلات الشتوية اللي بحب إنه الكل يأكلها وبعض الحلويات. ومعنا الشيف عفاف عويس لتعرفنا أكثر عن بعض المكونات. عفاف صباح الخير. صباح الورد، أهلا وسهلا. إحنا مبسوطين اليوم إنه معكم في مدينة عجلون. حبيبتي أحنا شو بتحبي تطبخي لنا؟ بدي أعمل لكم مسخن طبعاً من الأكلات الشتوية اللي كل يعني المسخن لحالها بتحكي لك تعالي كليني قد ما هي زاكية صراحة. أكيد. فبنتعرف مكوناتها ونعملها مع بعض، ورح اعمل لكم حلو السجاده. حلو. رح نبلش احنا وياها بمكونات المسخن. تحكي لنا عن المكونات. طبعا بصل، يعني اهم مكون مكونات المسخن البصل، وبعدين زيت الزيتون، ثم الدجاج، وبنزين طبعا باللوز وبالبقدونس. طيب ايش الخبز؟ شو بدنا نحكي عن طبعا الخبز هو من الخبز، طبعا بعرفش اذا في بعمان، احنا عندنا خبز بعجلون هو خبز بنحكي له خبز الزهره. هذا مخصوص للمسخن بنعمله، بيكون خصيصا للمسخن. للمسخن بيكون، وبنحطه بالخبز وبنبلش نعمل المسخن. طيب نبلش معك خطوه خطوه. اوكي اهلا وسهلا. اهلا. طبعا اول شيء من خطوات المسخن، اول شيء نحضر البصل. هون انا محضريته، يعني قطعناه شرائح وخلطته بزيت الزيتون، بعدين حطيت عليه شوي ملح عشان يدبل. هلا بدنا نحطه على الغاز مع شوي من مرقه الدجاج، اللي طبعا الدجاج احنا بنكون سالقينه ومبهرينه ومحضرينه يعني عشان نعمله للمسخن. بنسوي الاوكيف، بنحط عليه ورقتين غار، بنحط عليه حب هيل، بنحط عليه فلفل اسود، بنحط عليه ملح، بعدين بنحطه كله مع بعضه. هلا قبل ما نحط الدجاج بدنا نحط البصل، نسبكه مع مية الدجاج على النار، بس نحس انه البصل شوي نشف من مية الدجاج بنبلش نحطه بالخبز. هو عليه دايركت ملح، بس احنا بدنا نطبخه على نار شوي يعني تكون عاليه بحيث انه يدبل على السريع. يدبل على السريع. وهلا بعد يعني 5 دقائق بدنا نحط من مرق الدجاج على البصل. على البصل. وبدنا نستنى انه ينطبخ منيح. هلا البصل قلبناه واستوى منيح، بدنا نبلش نجهز بالمسخن. هلا بدنا نبلش نجهز. هلا يعني اكيد الشباب جاوا معنا بعد هالمناظر. اكيد يعني. هلا رح نحطه فوق الخبز. طبعا هو اوريدي انه البصل مشرب بمية الدجاج، يعني لما قليناه بمية الدجاج. هلا بدنا نفرد البصل هيك منيح. اسمه ايديكي. نفرد البصل منيح هيك. هلا بدنا نخلطه مع السماق. نحط هيك معلقة سماق. طبعا اكيد كمان السماق بلدي. طبعا بلدي عجلوني 100% كمان. هلا بنخلطه منيح هيك. هلا بدنا نحط الرغيف الثاني. بس هلا الرغيف الثاني بدنا نشربه بمية الدجاج، واخر شيء طبعا بنصفيها، ما بنحط مية يعني. طب احنا ما بنغطي تثبت لانه الخبز مثلا ممكن يكون اسهل. بتعرفي هو بتكسر بيت، بس انا هون صراحه عملت 2 لانه احنا قلال يعني. خلص هيك يسلموا ايديكي. هلا بنجيب الدجاج بنحطه بدنا عشان ايش ندخله الفرن ونشويه. طبعا عاتبي هيك. هلا بنرش على وجهه سماق. وهيك بيكون المسخن جاهز ليدخل الفرن. طلعنا المسخن من الفرن. اكيد يعني اكيد طلعنا. بدنا بدنا نسخن، بدنا نزينه باللوز. في ناس بتحب الصنوبر، يعني هذا برجع لست البيت ايش بتحب. انا بدي ازينه باللوز. يعني احنا دائما بنحكي لستات البيوت مش ضروري التكاليف العاليه وهيك، يعني اي شيء موجود في البيت ممكن يسد. بالضبط. بقدونس. اكيد يعني صحه وعافيه للمسخن. لسه مو ايديك عفاف.
رح كمان ننتقل مع فاف لنتعرف كمان على بعض المقبلات اللي ممكن تتقدم مع المسخن وبعض انواع السلطات. رح نبلش انا وياكي هلا لنحكي للمشاهدين عن انواع السلطات اللي ممكن تحضريها. رح نعمل خيار بلبن مع المسخن اللي هي يعني اكثر سلطه بتروح مع المسخن، ورح نعمل بجنبها سلطه يعني ايطاليه اللي هي المعكرونه، سلطه المعكرونه. اكيد هلا رح نتعرف على مكوناتها، خليكم معنا. عفاف بدك تعرفينا هلا على مكونات السلطه اللي رح تعمليها. زي ما حكيت لك الهام انه المسخن ما بتاكل معاه يعني اكثر شيء الا سلطه خيار بلبن. سلطه الخيار. فهلا رح نعمل احنا والستات ومعاكي رح نتعلم نعمل خيار بلبن، هي كثير سهله بس من السلطات الكثير مميزه ان طعمها كثير زاكي. بعدين هي كمان بتتاكل صيفي شتوي. بالضبط، صيفي شتوي. طبعا الخيار بلبن بدنا نبلش. اول شيء بدنا طبعا اللبن بدنا نخلطه منيح منيح منيح، بعدين بدنا نجيب التومه نحطها فوق اللبن، شوي ملح. هو التومه شيء اساسي بال طبعا هي اصلا بتخلي طعم الخيار بلبن كثير زاكي. اوكي. وعندنا طبعا الخيار مقسمه وجاهز. الخيار طبعا مقشر، لازم يكون مقشر. مقشر وبنحط فوقيه طبعا فوق اللبن. اللي بيجيب طبعا طعم السلطة اللي هو النعناع. النعناع الناشف. بنزينها بنعناع ناشف. هلا بدنا نعمل نوع ثاني السلطة اللي هي سلطة المعكرونة. طبعا هلا سلطة المعكرونة هي المكون الأساسي اللي هو المايونيز. طبعا هلا المايونيز لكل معلقة مايونيز بنستعمل معلقتين لبن. معلقتين لبن. سوري. معلقتين لبن. وبنخلط. هلا بنحط زيتون أسود وذرة. طبعا لازم. المعكرونة بكافة أشكالها طبعا بكافة حسب رغبة ست البيت. بنحط المعكرونة بنخلط منيح. يعني اكيد مشاهدينا مكونات جدا بسيطة يعني ممكن بكل بيت تتوفر انه الكل قادر انه يعملها. ممكن كمان انهم يعملوه مثلا مقطع تقطيع ممكن حسب رغبتهم، بس انا بشوف هيك يعني طلع شكله احلى حسب يعني رغبة ست البيت. يعني بصراحة هي الالوان، بس نوجه المشاهدين صح الالوان يعني بيتا كثير حلوة يعني تفتح نفس الشخص على الاكل. واحنا بنحكي لكم يعني كله بس يعني لا داعي الى السمنة. لا داعي الى السمنة. هلا وصلنا للحلويات، تحكي لنا عن طريقه عمل كيكه السجاده، ويا ريت تحكي هيك تفصيله صغيره ليش سميت بهذا الاسم. هلا كيكه السجاده هي من الكيكات الكثير سهله كثير زاكيه. طبعا سموها بالسجاده لانه حسب الوانها يعني، والشكل النهائي بيطلع زي شكل السجاده بالضبط، وكل ست بيت بتقدر تفنن بشكل سجادتها. اكيد يعني حسب الرسمه بتقدر ترسم سجادتها. نبلش بالمكونات. تفضلي. طبعا بسكوت وبسكوت مغطس بشوكولاتة. هاي المكونات الأساسية رح أحكي لك. وهنا قشطة وكريمة وحليب. كريم كراميل. باقي ما باقي كله هذا للزينة. هذا للزينة. هذا كله. إيش مكونات الزينة؟ بسكوت غامق أو شوكولاتة، جوز الهند، وكمان بسكوت غامق وبسكوت فاتح. أساس نقدر نرسم الرسمة. أول إشي هلا بدنا نحط طبعاً حليب. لازم بدنا نغطس البسكوت بالحليب. الحليب ممكن يكون حليب باودر وتحب. ممكن بس في ناس كمان بيقدروا يحلوه، مثلا اذا بيحبوا نكهه النسكافيه، بيحبوا نكهه الكاكاو، اي نكهه بيحبوها بيقدروا يعملوا فيها يعني. هلا عفاف احنا
خلصنا الصينية خلصناها. هلا ايش الخطوة الثانية؟ هلا يا ستي بدنا نعمل، بدنا نحط الحليب بالخلاط كاسة تقريبا. لايش بدك تعمل عشان الكريمة؟ عشان الخلطة. هلا نعمل الخلطة بنحطها فوق البسكوت. هاي ايش؟ هاي قشطة، علبة قشطة 250 جرام بيكون وزنها. هلا بنحط كريم كراميل طبعا من غير السكر المحروق، وبدنا نخلط النتفة يعني دقيقة. إذا إحنا عفاف حطينا الحليب والقشطة وكريم الكراميل بالضبط. هلا بدنا نحط البسكوت المغطس بشوكولاتة. هلا بدنا نحط الكريمة. هلا صار كله مخلوط مع بعض. بالضبط. هلا كله صار هيك مع هلا هاي كريمة الباودر. كريمة باودر بدنا نحط يمكن 3 أو 4. هلا بدنا نضل نضيف يعني، بس نشوف انه المزيج صار منيح متماسك. ما بنحط، بس لازم اول شيء نخلط عشان نشوف كيف. بس ما في مقدار ثابت انه حسب. لا لا ما في، حسب مزيجتنا. هلا بيكون المزيج يعني كثيف شوي، مثل الكريمه بالضبط. اي بالضبط بيكون طعم هيك زي الكريمه شكله. هلا بنحطه فوق البسكوت. هلا عفاف بدنا نزين. بدنا نزين الكيكه. وزينه حسب كل وحده ومزاجها. بالضبط. خلينا نشوف مزاجك اليوم بالزينه. يلا هلا بنبلش مع بعض. جوز الهند، يعني مشاهدينا بس بدنا نحكي ملحوظة انه عفاف عم تستخدم ايدها، لانه احنا عم نعمل شيء بسيط في البيت يعني للكل، يعني احنا هون كل شيء متأكدين منه، فهي حابة تستخدم ايدها حتى تكون اقرب، انه بلاش انه نستخدم الفاين والجلافز وهي الامور. عفاف شو بتحبي تحكي لكل مشاهدينا عبر شاشة يوم جديد؟ بتمنى تكون وصفاتي عجبتكم وجربوها وصحة وعوافي. مشاهدينا بعد فقرتنا مع الشيف عفاف عويس مستمرين معكم باستديوهات يوم جديد، خليكم معنا.